كما ينضم إلينا من الجزائر مراسل الغد حسان جزائري. حسان، يعني ضعنا في الصورة وآخر ردود الفعل على رحيل رئيس الأركان، وهل اتضحت أي تفاصيل بشأن مراسم التشييع؟ نعم، شكرا. قد تتباين الآراء بخصوص المواقف السياسية للراحل أحمد قايد صالح، لكن الكون مجمع على وطنيته وخصاله، خاصة أنه أنقذ البلاد من مآلات الانزلاق خلال فترة حساسة تلت استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومظاهرات الحراك الشعبي. الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسواء في الشارع الجزائري عن امتنانه لهذا الفقيد والراحل، أنه لم يواجه المظاهرات الشعبية بعنف ولكن تبنى مطالبها وأيدها في كثير من المرات، وحتى في منعرجات سياسية قد اختلفت آراؤه ومواقفه السياسية مع عدد من الناشطين في الحراك الشعبي، إلا أن ذلك لم يدفعه إلى انزلاق أو إلى استعمال العنف، ولكن بقيت مواقفه ثابتة تبحث عن حلول في إطار دستوري للخروج من الأزمة التي كانت تعيشها البلاد وتكون بطريقة سلمية، لطالما أكد عليها ووعد بأن قطرة دم لن تسيل في هذا الحراك الشعبي. أما بخصوص المراسيم فهناك تحدث بأنه غدا سينقل جثمان الراحل إلى قصر الشعب هنا بالجزائر العاصمة لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من طرف مختلف السلطات المدنية والعسكرية في البلاد، ثم ليوار الثرى بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، المقبرة التي يدفن بها في الغالب أغلب رؤساء الجزائر وكذلك الشخصيات الوطنية والشهداء، وهناك فيها مربع للشهداء ومربع خاص برؤساء الجمهورية والشخصيات البارزة التي رحلت. كما قلت كان هناك تباين في الآراء بخصوص المواقف السياسية للراحل، لكن ما نلمسه في الشارع الجزائري إجماع على ذكر خصال الفقيد، سواء من خلال مساهمته في تحرير البلاد والالتحاق مبكرا بصفوف جيش التحرير الوطني الشعبي الذي التحق بصفوفه سنة 1957، ثم بعد الاستقلال تدرج في مناصب المسؤولية إلى غاية أعلى مرتبة وهي قيادة أركان الجيش ونيابة وزارة الدفاع. نعم.